انت اول شيء تقول له اول شيء خليك واثق من نفسك. نعم. انتبه لبلدك وخلي لك هدف علشان انا اوصل لهذا الهدف. وش احتاج يعني شاب سعودي اليوم كيف يأهل نفسه، كيف حتى يجد مكان ومقعد في هذا البلد؟ وين انت شايف خطة او خلطة التأهيل؟ اعتقد اهم شيء في هالموضوع هو التعليم. كثر ما نركز على موضوع التعليم، كثر ما يركز الإنسان أو الشاب على موضوع تعليم نفسه، مهما تكلمنا عن موضوع مشاكل التعليم طالت أم قصرت، لا نركن لها ونقول والله أنا فعلا جالس أركز على موضوع التعليم وأنا التعليم ما يخدمني. لا، التعليم يرتبط فيك أنت، أنت بالإمكان أن تعلم نفسك. العالم الآن صار يعني مكتبة مفتوحة، قادر انك تدخل على اي مكتبه تعلم نفسك تعلم ذاتك، وفي قصص كثيره ارتبط في يعني لا تتكل على المدارس. بالضبط. طيب بالضبط، وش اهم الاشياء المفروض يتعلمها الشاب والشاب السعودي اليوم؟ حسب، انا دائما اركز على اذا انت فعلا تبي تصنع شيء مختلف ركز على ماذا تحب، ركز على شغفك، هذا هو المحمل اللي انت فعلا المفروض تركز عليه دون ان ترتبط بنصائح قد تكون مخالفه لهواياتك لشغفك. اذا كانت فعلا هذه النصائح تتجه بنفس الاتجاه اللي انت فعلا تحبه، اللي انت فعلا متجه له، توكل على الله وكمل. لكن اذا انت فقط اخذت هذا الاتجاه لانه نصائح جتك من ناس مقربين او وجدت السوق بشكل عام يتجه له، أنصحك أنك فعلا تركز على شغفك وعلى ماذا تحب وتنمي المعرفة الداخلية فيه وتتوكل على الله وتستمر. ويعني دائما أركز أنه لا تنتظر نتائج قريبة، أي شاب ينتظر نتائج قريبة فبالتالي للأسف لن يصل لطموحه. طالما أن أنت عندك شغف وعندك تحدي وعندك هدف تبغى توصل له، ركز على هذا الهدف وبحول الله توصل له. واصبر يعني. نعم، واصبر. يعني انت المنطلق انه انت شوف ايش تحب، اشتغل على نفسك، تعلم، ما لا تتكل تقول في المدارس نمام، انت لازم تتعلم، العالم صار مكتبه مفتوحه، الين توصل هذا الهدف تحتاج الصبر. انا كذا فاهمك صح؟ اتفق تماما. نعم.